على بين اولادي اللي مغليين الادم بي اللي مخليين الادم بي اللي مخليين الشعب طلعت حرارتي حطوا بدهن ادويا للالتهابات بربوا الدنيا مع الاولاد اوي يقبر اولادهم نوصل البلد لهان مستشفى ما فيهاش ادوية ولو بلبنان كلها ما فيش غرفة عناية للأطفال بلبنان كله بهالمستشفيات كلها ما فيش ادوية يا طيبة أموها على الرحاض اتدللت وتغنجت مش عارفين هنقطع عمرك مش بعوضني أنا لهالطفلة عمرها 10 أشهر شو بدي أعوضنا مين بدي أوصل صوتي غير رب العالمين اللي بيسمع غير رب العالمين بيسمعني بس لما بتوصل صوتي للحيتان للمسيح اللي خلوا البلد مسكر دقينا لميت مستشفى بدنا واصلة لنحطها بمستشفى خلت مستشفى الحكيمة طب هيدا شيء هيدا مش ظلم هيدا مش ظلم أنا مش زعلان علي أجت طاهرة وراحت طاهرة أنا زعلان علينا كيف بدنا بقى نجبل الحيتان والمسيح بلد فارض يعني مش هم الدكتورة بالة بأنها تحكمها وبالة بأنها تلاقي لها تحت بمستشفى بلبنان ساعة ما كانت تلاقي لها مش حرام مش حرام عليك يا للأسف الشديد لا في مستشفيات لا في صيدليات تعبوا رواياها البنت وما قدروا يلحقوها لا في عناية أطفال لا في محلات تفوت البنت على المستشفى ما في تخت ما في إلا شيء ما لحقت والدواء مقطوع ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما قدر يلحق أغمضت جوري عيناها للمرة الأخيرة كي لا تكون شاهدة على وطن أصبحت تباع فيه الطفولة بأرخص الأثمان نور قاسم هادي برودكشن عنود جبل لبنان